طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة الأيام القليلة القادمة، معنا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، بنسعد دايما بوجود حضرتك معنا. صباح الفل. صباح الفل كريم استاذ نهاوند، اهلا بيكم وكل السادة. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بحضرتك. يعني واضح ان النهارده العمليه ادفى شويه من الكام يوم اللي فاتوا، توقعات بقى يعني هيئه الارصاد الجويه لدرجات الحراره والحاله الجويه عموما هتكون عامله ازاي على الاقل على مدار الويك اند اللي جاي؟ هو الحمد لله بقى فعلا امبارح والنهارده الاجواء مختلفه شويه، زياده في فترات سطوع اشعه الشمس وبقلت كميات السحب وكميات الامطار بشكل كبير جدا على كافه المحافظات الجمهوريه. في نشاط الرياح شويه، ده مع غياب اشعه الشمس بالليل بيدينا احساس بالبروده اكثر شويه. اكيد. لكن الاجواء الحمد لله زي ما اتفقنا مع بدايه فبراير الاجواء استقرت كثير عن البروده الشديده اللي كانت موجوده معانا في يناير واللي استمرت اكثر من 15 يوم. وارد طبعا عشان احنا لسه فصل الشتاء ووفقا لتوقعات هيئه الانشطه الجويه قلنا في حاله عدم استقرار بكره وبعد خميس وجمعه. ضرب الويك اند. الويك اند اتضرب لو حد عايز يخرج، عايز اسر تنزل تفسح يعني اولادها، حد يسافر اي محافظه كده بلاش يعني. معلش يعني نستنى شويه. ماشي. فيعني الانخفاضات طفيفه في درجات الحراره، يعني توصل ل 16 و17 درجه. ده في النهار طبعا على السواحل الشماليه والبحر القاهره 18 درجه على جنوب البلاد. فترات الليل ما بين 10 درجات و11 درجه، لكن هناك نشاط رياح، نشاط الرياح ده هيزود احساسنا شويه بانخفاض درجه الحراره، ممكن يكون مثير للاتربه في المناطق المكثوفه والاماكن المفتوحه. بالاضافه الى اضطراب الرياح البحريه طبعا بسبب نشاط الرياح في البحر المتوسط تصل من 4 إلى 5 امتار خميس وجمعه. يجي العنصر الثالث سقوط الامطار، فسقوط الامطار بالفعل هيكون متوسط لغزير على السواحل الشماليه خصوصا السواحل الشماليه الغربيه، سلوم، مطروح، اسكندريه، البحيره. يوم الجمعه تمتد اللي تشمل كفر الشيخ والدقهليه ومناطق من السواحل الشماليه الشرقيه، دي كلها امطار متوسطه لغزيره تكون رعديه احيانا وممكن تسقط معاها بعض حبات البرد في اثناء سقوط الامطار. طيب دكتور محمود، انا عندي سؤال، لان انا عندي ناس اصدقاء ليا جايين من المانيا زياره، فهم كانوا بيفكروا يروحوا الجونه تحديدا، هل الاجواء متاحه؟ هم جايين ان شاء الله بكره، فهل يسافروا يعني اقول لهم تمام برضو اطمنهم، ولا حضرتك ترشح محافظه ثانيه يعني جوها افضل عشان فعلا هم عايزين جو شويه يعني مشمس؟ لا هو مشمس يعني الى حد كبير هناك يوم الخميس، وممكن يكون في سحب شويه يوم الجمعه، حتى لو حصل امطار يوم الجمعه هتكون حاجات خفيفه. تمام. يعني الطرق امنه تماما الحمد لله. ودي ميزه مصر بقى، ان انت بيجي لك ناس من العالم كله في وقت عز الشتاء اللي هو برضه في العالم علشان يستمتعوا لسه باجواء يعني دافيه، ف بجد حاجه الحمد لله يعني دي من عند ربنا فعلا. تمام. في اي لا انا تمام. ربنا يخليك يا دكتور محمود، يعني نورتنا كالعاده بوجودك معانا، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين.